يعني أتحدث عن أمثلة عن دور الإعلام في أو عن محاكم الإعلام. طبعا قبل أي شيء لا يمكن لأحد منا أبدا أن ينكر الدور البغيض الذي مارسته وسائل الإعلام الرسمي في البحرين منذ 14 من فبراير. طبعا هذا لا يعني أن الإعلام كان بريئا قبل 14 من فبراير. جميعنا يعرف لماذا أنشئت هذه الصحيفة أو تلك، ولماذا أسست هذه، ولماذا أسس هذا البرنامج أو ذاك. الأمثلة التي سأريدها ربما يعني سأبدأها بداية بدور التلفزيون. التلفزيون طبعا لعب دورا كبيرا في محاكمة وسوق التهم إلى المحتجين في البحرين وإلى جميع من شارك، وربما أحيانا إلى من لم يشارك أيضا. بعد فترة السلام الوطنية استحدثت برامج خاصة من أجل هذا الغرض. طبعا جميعنا يعرف برنامج الراصد وبرنامج سعيد الحمد. في هذه الفترة تم إقالة مجموعة كبيرة من الإعلاميين في التلفزيون أو في الصحافة، من الإعلاميين ممن عرفوا وامتازوا بمهنيتهم وباهتمامهم بأخلاقيات العمل الصحفي. استبدلت هذه الطاقات بطاقات أخرى جديدة، بعضها يعني أصلا لا يعرف شيئا عن الصحافة، ولكن لمجرد ملء الفراغ أو لاعتبارات طائفية أو عائلية وظف هؤلاء في وسائل الإعلام الرسمية. وطبعا كانوا هؤلاء أداة بيد من هم أكبر منهم. في البداية طبعا سأتحدث عن الدوائر الحمراء اللي بعدين طبعا صارت ملونة وكلنا نعرف شنو كانت نتائجها. الدوائر الحمراء هذا بدأها برنامج تلفزيوني كان يضع دوائر على وجوه المشاركين في دوار اللؤلؤة، وكان يتبع الدوائر هذه بأسماء المشاركين. طبعا كان البرنامج يبث مساء، ويوم ثاني الصبح إما أن يعني من وضعت على وجوههم الدوائر إما أن يعني يودون لهم إحضاريات، أو أن خفافيش الظلام تقتحم بيوتهم وتدخل لتسوقهم للتحقيق. هذه الدوائر طبعا سببت رعب بداخل يعني من كان ينتظر دوره. يعني أتذكر أن بعض الإعلاميات وبعض الشاعرات والأديبات في من زميلاتي كانوا يعني لما طبعا يصير الليل العبايات اللي متحجبات طبعا كانت شيلاتها وعباياتها تكون جنب السرير، لأن تتوقع في أي لحظة ممكن تدخل خفافيش الظلام إلى غرفة نومها. طبعا وبسبب هذه الدوائر فصل الكثير من الموظفين، بسبب هذه الدوائر سيقت التهم إلى كثير من المواطنين، كثير من من له دخل بالسياسة ومن ليس له دخل بها. الشغلة الثانية هي برنامج المحاكمة اللي كان يقود طبعا سعيد الحمد، وكان طبعا في قانون الصحافة، أنا لن أتحدث عن القانون بما أن يعني على المنصة محامية، لكن في قانون الصحافة في المادة 69 كما درست في الجامعة يعني يعاقب من يعني يتعرض للحياة الشخصية، الحياة الخاصة للفرد، ومن يعني يحاول أن يشق الصف أو يؤثر على اللحمة الوطنية أو النسيج الاجتماعي، والإعلام كان قد فعل هذا. طبعا أتذكر في حلقة من إحدى حلقات أحد البرامج كان إذا تذكرون كلكم في الدوار حدثت إحدى الزيجات هناك. طبعا البرنامج أعاد اللقطة مرة وثنتين وثلاث، وكان يزدري ويعني كان يسخر من العريس والعروسة وحتى شيخ الدين اللي كان يحقد عليهم. الشغلة الثانية هي طبعا الدوائر الحمراء اللي تحدثت عنها عادت من جديد يوم أمس في إحدى الصحف المحلية، وطالت الوفد الأهلي اللي راح جنيف. الغريب أن في يعني هاي طبعا مش غريب، شيء طبيعي جدا في هذا في هاي الصحف، أن يعني سيقت التهم للوفد الأهلي. طبعا هاي الشغلة الثانية اللي هي ما حدث للوفد الأهلي في جنيف،
سواء كان الوفد السابق أو يعني الوفد الأول أو الوفد الآن اللي توا راجع من جنيف. طبعا كلنا شفنا الأقلام المسعورة اللي كتبت عن الوفد واتهمته بأبشع التهم، واللي ما زالت إلى اليوم. إحدى الصحفيات كتبت مقال اليوم، فوجئت طبعا بجرأة الصحفية في اختتام مقالها، اختتمت طبعا قبل شوي قالت زميلتي عصمت أن الإعلام الرسمي كانت للحرية المطلقة. نعم كانت وما زالت للحرية المطلقة، لأن هذه الصحفية تعرف أنها لن تسائل ولن يتكلم لها أحد. اختتمت مقالها بعبارة أن يعني بما معناه، طبعا الشق الأول من العبارة لا أتذكر تحديدا، كانت تقول أن هؤلاء الخونة يعني لن نقبل أن نتعامل معهم، لن نقبل أن يعني يتركون هكذا، وأننا إذا كانت الدولة لم تفعل لهم شيء نحن فعلنا. واختتمت العبارة بعبارة ولا سلطة ولا سلطان للدولة علينا، يعني بهذه الجرأة ولا سلطان للدولة علينا، لأنها عارفة أن ما حد راح يسائلها أبدا. الشغلة الثانية من ضمن التهم اللي أو من ضمن المحاكمات اللي صارت في الإعلام، طبعا قضية الكادر الطبي اللي كلنا نعرفها. كنت يعني قاعدة أشتغل على دراسة عن دور وسائل الإعلام في تناول قضية الطاقم الطبي. الرقم طبعا إلى الآن مو هو الرقم النهائي. تخيلوا في خلال هذه الفترة نشرت، طبعا أنا لما أتكلم عن الإعلام أستثني منها صحيفة الوسط، نشرت في الصحف الأخرى 178 مادة إدانة وتهم ضد الكادر الطبي. طبعا كانت تتناول القضية باعتبارهم إرهابيين، باعتبارهم خونة، باعتبارهم طائفيين، وكلنا نعرف التهم اللي سيقت للكادر الطبي. لما صارت براءة بعض الكادر براءة تامة، ولما برئ الكادر من بعض التهم المنسوبة إليه، كم عدد المواد المنشورة؟ 11 مادة فقط، 178 مقابل 11. طبعا ال 178 اللي هناك ايضا كانت تنشر في الصفحة الاولى على 4 أعمدة إلى 8 أعمدة، معناته احيانا تكون هي المنشيت حق الصحف، وكانت احيانا تفرد لها صفحات كاملة بداخل الصحف، واخبر البراءة كان دائما داخل لا يتعدى الـ4 أعمدة في واعتقد 11 من اثنين من اصل 11 كانت اخبار قصيرة في الصفحات الاولى. القضايا الأخرى أيضا قضية الرموز، قضايا المعلمين، قضية الطفل عمر والمعلمة اللي تحدثت عنها زميلتي قبل قليل، قضية المرأة التي ألقي عليها السيخ في جبينها، قضية قطع اللسان اللي إلى الآن ما زلنا لا نعرف حقيقة هذه القضية. يعني يوم يطلعون لنا يقولون أن يوجد لسان مقطوع ويوجد متهمين ويوجد مؤذن، وفي اليوم التالي ينفون وجود المؤذن وينفون وجود اللسان المقطوع، وفي اليوم الثالث يرجعون يقولون لا اللسان وجد وكان مؤذن ولكن اللسان تم خياطة اللسان. قضية الدمية أيضا المدهوسة، ما سميت بالدمية المدهوسة. طلبة الجامعة طبعا وما تعرضوا له إلى الآن ما زالوا يعانون منه في الجامعة من خلال تعامل زملائهم معهم. الاعترافات المسجلة في تلفزيون البحرين اللي كانت أصلا محاكمات علنية ومحاكمات إعلامية موجودة، إضافة طبعا إلى البرامج اللي كانت تستضيف أيضا ناس حتى يحاكمون فئات معينة من الشعب. وأتذكر يعني اللي يحضرني الآن هو الحلقة اللي صارت عن أعضاء أسرة الأدباء والكتاب. الغريب أن الحلقة كانت يعني كان موجود من ضيوف البرنامج إحدى الزميلات الكاتبات، كانت موجودة في أسرة الأدباء والكتاب قبل خروج المسيرة من الأسرة إلى الدوار، وكانت تعلم إلى أين ستذهب، لكن شنو قالت في البرنامج؟ قالت أن أنا ما كنت أدري، وكأنما اختطفت. امرأة في عمرها وفي حجم ثقافتها تقول أنها اختطفت ولم تكن تعلم إلى أين المسيرة ستتوجه، من يصدق هذا الكلام؟ الآن لماذا كل هذه التهم، كل هذه يعني الأدوار التي قام بها الإعلام؟ لكي نصل إلى النتيجة التي نعاني منها الآن. لا أحد يستطيع إنكار وجود أزمة طائفية في البلد.
لا أحد يستطيع إنكار وجود مشكلة، لا أحد يستطيع يعني إنكار وجود نزاع وشقاق بين المكونين الأساسيين، الطائفتين الأساسيتين في المجتمع لدينا. يعني الكثير خسر كثير من أصدقائه، هناك عوائل خسرت علاقات عائلية، هناك يعني سأذكر لكم مثال بسيط جدا. أحد أصدقائي ذهب إلى البيت، يعني كان اسمي يتداول في بيتهم، طبعا زوجته وعياله كانوا يظنون أني من ضمن الناس اللي في صف الحكومة، فتوهم مكتشفين قبل أقل من شهر أن لا، أن هذه ترى تكتب كتابات تسب فيها الحكومة، تسب فيها الملك، تسب فيها رئيس الوزراء. طبعا من وين يعني قال جابوا هذا ما أدري، لأن عمري ما سبيت أحد. كانت تقول حق زوجها لما ذكر اسمي، كانت تقول له طيب أنت شلون ما زلت يعني على علاقة بفلانة؟ قال لها ليش ايش فيها؟ قال هذه يوم اللي يمسكون الحكم ويوم اللي يكون الحكم في يدهم، هذه أول واحدة بتيك البيت وبتذبحك. وكانت مقتنعة أن هذه لين بيذبحون الآخرين لما يمسكون الحكم، وكأنما الحراك طلع عشان المجموعة تمسك حكم، يعني وكأنما طلع عشان مطالبة بحكم. الشغلة الثانية ان يعني هاي الشقاق اللي صار وهاي هاي الشغلات كلها اللي صارت كانت بسبب شنو؟ بسبب ان لم تكن لدينا الجرأة في ان يعني نرفع قضايا على من قام بهذه الافعال. قانون الصحافة الى جانبنا، قانون العقوبات اكيد بيكون الى جانبنا، ما عندي علم فيه. فش اللي يمنع ان اللي تعرضوا الى هذه الى هذا التشهير، اللي تعرضوا الى هذه المساءلة، اللي ذكرت اسمائهم في هذه البرامج، اللي ما زالوا يعني وفد جنيف الان، الوفد الاهلي لجنيف، لما لا يقومون برفع قضايا ضد هذه الصحف؟ الصحفي مساءل، الصحفي سيكون مساءل، رئيس القسم سيكون مساءل، رئيس التحرير سيكون مساءل، والصحيفة ستكون مساءلة، وكان في تشهير واضح يعني وذكر بالاسماء وبالصور، فلما لا نقوم برفع قضايا لإيقاف هذا السعار الطائفي؟ شكرا لكم.